السلام عليكم يا أهل الخير، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من رمضان والنص. مثل ما عودناكم بكل حلقة من حلقاتنا منجول بأحياء محافظة اللاذقية الجميلة، نقعد مع أهلية ومندردش معهم. خلوكم معنا لتتابعوا التفاصيل. السلام عليكم، كيفك؟ الله يسلمك. تعود أنا وياكم شري. يا الله، ها؟ أول شيء طمني عنه. الحمد لله. أبو شو؟ مازن بعزابي. مازن بعزابي. مازن كيفك؟ الله يسلمك. أنت عامل نظافة؟ نعم. أنت بتعرف لولا شغلك كان الوسخ أكلناك؟ بالضبط، نحن معروف شغلنا. الله يقويك. نظافة. أول شيء خبرني عن شغلك، قديش صعب؟ والله يعني بتاع عادي، بس عودنا له، بحب شغلي انا. قد ايه لك بهالشغل؟ انا هاي المسابقه الاخيره تعينت فيها. اخر مسابقه؟ سنه سنتين يعني؟ هاي اخر مسابقه بالازمه. بالازمه؟ هاي اللي توصفه بالازمه. يا سيدي بالأزمة. الله يعطيك الف عافيه مازن. خمس ست سنين. انت هون جنب سوق الخضره شغلك؟ ايه شغلي هون مفروض. قديش بيكون في وسخ هون؟ والله بيكون احيانا بيهون بيكبوا بعض، يعني ما بدنا شو اسمه نشتكي على شو اسمه. يعني في وسع بكل قطعة، في وسع هون يعني كتير بتتعذب لأنه جنب سوق الخضرة، يمكن ما بعرف في كثرة ناس. بالنسبة يعني هسه هون رحمة عن محلات تانية، يعني هو معرفتي أنا قديما اشتغل بالمنظمة واشتغل بالبلدي، هسه هون رحمة عن محلات تانية مثل شريطح مثل أماكن تانية يعني نظيفة هون. هون بتشتغل ورديات من الصبح للمساء ولا كيف؟ لا دوامي هلا بيبدأ من الصبح للساعة واحدة تقريبا خالصة. خالص؟ آه. الصبح للساعة. يا سيدي الله يقويك ويعطيك الف عافيه. الله يسلمك ويقويك. خبرني ليش بعدك عزابي؟ ليش ما تجوزت؟ والله ظروفنا صعبه، هيك ظروفنا صعبه، بيت غلا، بيت ضيق وظروف صعبه وغلا، يا دوب واحد شايل حاله. بدك تجوزك طلع الاجار، تعال شوف الاجارات قد ايه. اي والله يعني انا ما عندي غرفه ومطبخ، خي غرفه وصاله. ما بيساعد البيت؟ ما بيساعد. ضيقه. انتو كم فرد بالعيلة؟ عيلتكم يعني؟ نحن جوز الشباب واخواتي جوز بنات متجوزي، بي متوفى، امي طيبة عايشة. الله يخليها فوق راسكم يا رب. يطول. كيف صحتها للحجة؟ الحمد لله. يعني كبيرة بس الحمد لله، يعني عم تشكي من مرة شيء. الحمد لله. بتشتغل شيء غير بالمجلس المدني؟ يعني مكتفي الحمد لله. ما بشتغل الا وظيفتي هون. لك مالك متزوج، يمكن اذا بدك تتزوج. طبعا معروفه. بدك شغل لك يا سيدي. الله يقويك ويعطيك الف عافيه ويمدك بالقوه. انا امين من بعد امرك اذا بتسمح لي. اخي مازن في هديه مقدمه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقية، قناه اوغريت واذاعه امواج. اول شيء بتتابعنا؟ ايه دائما بتابعك، احيانا بنزل على الارض مدشت على الارض كنت بتابعك، بس هلا نقل على الدشتة. يلا الله يعطيك الف عافيه. الارض اهم تفصي. واذاعه امواج والراديو؟ ايه امواج اف ام عم بتابع. امواج اف ام مثل شيء متابعه، كان عندي راديو والله هلا عطلانه، كنت تصلحه ان شاء الله. كنت تابع كل المحطه. الله يقويك. وهالهديه مقدمه، هي امواج اف ام بتحط اغاني منوعه. انت اللي ما في منك. هالهديه مقدمه من شاورما عربي ومن شركه جود، بتمنى تقبلون منا ورمضان كريم. تسلم على راسي. الله الله يخليك. الله يقويك. بتوصينا بشيء؟ سلامتك. السلام عليكم، يلا باي باي. السلام عليكم يا خالتو. كيفك؟ الحمد لله. كيفك؟ ام شو؟ ام احمد. ام احمد، عاشت الاسامي خالتو ام احمد. شو عندك اولاد؟ ثلاث بنات. الله يخلي لك اياهم. مجوزتيهم؟ مجوز اثنين وفي وحده سوي. وحده عزابي. خالتو ساكنه هون انت بالحاره؟ اي. بالاجار شيء؟ لا.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب. كيف الأيام معك؟ شلون المصاريف؟ والله نوعا ما يعني الحمد لله. في غلا؟ في غلا، ما في غلا؟ في غلا. اي والله. الكهرباء عم تجي ساعة ونص. ساعة ونص. صارت. هلا غاز بضل عندي. الحمد لله رب. طيب وكيف شايف الأسعار هلا بشهر رمضان الخضرة؟ لا الحمد لله. غالية شوي ما؟ غالية. شوي غالية. في غلا وفي رخص وفي في هيك وهيك يعني. ما. كيف صحتك أنت خالته؟ الحمد لله رب العالمين. شو بتشتغلي خالة؟ اشتغل عند مرة والله. عند... الله يقويك يا رب. الله يسلمك يا رب. بس خالي من بعد أمرك أمين إذا بتريد في هدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللادي من قناة أوغاريت ومن إذاعة أمواج، والهدية مقدمة من بن حسيب وبروستد كفا، بتمنى تقبليون منا ورمضان كريم. الله يعطيك العافية ويرزقك. الله يعافيك يا رب. يسلمك. بدك بالصحة والقوة. الله يعافيك يا رب ويرزقك. تنسينا بشي خالي؟ ما بدي إلا سلامتك يا قلبي. يلا السلام عليكم. علينا الله. الله معك، مع السلامة. السلام عليكم. مرحبا. اهلا. كيفك؟ الله يسلمك يا رب. الحمد لله. تعرفتي بحضرتك؟ مصطفى. مصطفى الله يقويك يا رب. الله يسلمك يا رب. مصطفى انت شغيل هون ما؟ نعم. انت بشو شغلك هون تحديدا؟ غسيل سيارات، سده، صوبيات هيك. الله يقويك يا رب. الله يسلمك يا رب. اول شيء طمني عنك، كيف صحتك؟ الحمد لله بخير الله. متزوج؟ الحمد لله. وشو عندك اولاد؟ عندي بنت لله. الله يخلي لك اياها، بس معلش تقرب مني هيك شوي وتفل وشك على الكاميرا. خبرني قديش هالشغل صعب. ما صعب يعني، شو ما في شغل صعب يعني، بدنا نشتغل شو بدنا نسوي. صيف شتي شريك المي اكيد. هو بتاخذ برد كثير اكيد، مي برد، بدنا نشتغل شو بدنا نسوي. الله يقويك يا مصطفى. وين ساكن هون بالحاره قري؟ ايوه. بيت اجار؟ اجار. قد ايه اجاره بالشهر؟ 250. 250. 250 منيح ولا غالي ولا شو؟ والله هلا مش مقبول، بس تعجيبه يعني صعوبة للجيبة. 250 البنوتة الله يخلي لك اياها. صغيرة؟ صغيرة، عمرها 4 سنين. 4 سنين الله يخلي لك اياها. الله يخليك يا رب يحفظك. شو بتخبرني عن ايام شهر رمضان الكريم؟ الحمد لله شهر رمضان مبارك. قد ايه لك عم تشتغل هالشغلة؟ اللي فوق 15 سنة. 15 سنة يعني من قبل الأزمة انت عم تشتغل هالشغلة؟ بكثير. كانت كان الشغل بهالمصلحة من قبل أحسن من هلا؟ هلا كان. شو فرقه؟ فرق كتير. شو اللي فرق فيه؟ غسيل السيارة مثلا كانت 50-35 ليرة يعني، كانت تحكي. بس هلا هلا يعني 20 و25 ولا شيء ولا شيء. ما بيجيبوا طبخة يعني، بيجيبوا بيضتين ثلاثة مطلع خالصين 20,000 و25,000. هذا فطورنا. هذا فطور. هذا بس يمكن الايام الجاي متفائلين فيها. انت شو انت شو 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 رايك؟ ان شاء الله ان شاء الله. الله كريم. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. طيب خبرني عن شغل، بتشتغل شيء ثاني ولا ما بتلحق؟ لا ما بغير هذا، ما بغير الشغل هذا. زوجتك تشتغل؟ يوتي بالبيت يعني، نندب بنوت اعمل شوي من هون شوي من هون. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء يا عمي مصطفى. الحمد لله. الله يقويك يا رب ويمدك بالصحة. الله يخليك يا رب. أنا أمين إذا بتريد مصطفى في هدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللادقية من قناة أوغاريت وإذاعة أمواج. أول شيء بتتابعنا معك وقت تتابعنا؟ والله شوف عليك يعني بالشغل نص بالشغل هون والله. الله يقويك يا رب. الهدية مقدمة من شاورما عربي ومن شركة جود، بتمنى تقبلون منا ورمضان كريم. علينا وعليكم يا رب. شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يقويك. والله يسلمك يا رب ويخليك. سلامة روحك. يلا السلام عليكم. الله معكم. We'll be right back.
السلام عليكم. السلام ورحمة. كيفك عمو؟ الله يسلمك يا رب. شو أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. أبو شو؟ أبو عبدو. أبو عبدو. عمي أبو عبدو كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. أخذ استراحة هون؟ أيوة. الله يقويك يا رب. الله يخليك. وين رايح؟ سوق الخضرة؟ عشو الخضرة. أي أيوة والله. حلو. وشلون الأسعار الخضرة هالأيام؟ منيحة. مو غالية؟ شوي. غالية أي أيوة. والله. كيف منيحة وغالية؟ عمي فهمني إياها. غالية يعني غالية. يعني غالية كثير علينا. أي أيوة والله غالية. أي أيوة والله غالية كثير. وغيرها؟ غالية. وغيرها كل شيء. الكهرباء منيحة ساعة ونص. نعمة، نعمة. والمي؟ المي يوم بيوم. حلو، مدعومين معناتها أنتو يا عمي مينت. خلي لي إياك. وين ساكن؟ هون بالحارة؟ هون بالحارة. ملك لما أجار؟ أجار. كيف الأجار؟ عم يغلوا عليه؟ أي والله. قدي الأجار؟ 500,000 بالشهر؟ لكم باليوم؟ والله غالي 500,000 بالشهر. أي والله بالشهر. لأنه تجميعتهم صعبة. تجميعتهم صعبة. عمو شو كنت تشتغل؟ كنت اشتغل بالكهرباء. الله يقويك يا رب. الله يسلمك. وهلا مستريح بالبيت، ما بتجيب خضرة بس ما؟ بس ايه. بترجع على البيت. برجع. عندك اولاد؟ 3 شباب وبنتين. الله يخلي لك ياهم يا رب. الله يسلمك. اكيد مجوزهم؟ كله. الحمد لله رب العالمين. اشتغلوا كلياتهم ما؟ كلهم ايه. الله يديمك فوق راسهم يا عم. يلا نلحق. يلا نلحق شو؟ مصروف. آه والله مصروف كتير هلأ للعيال بشكل عام، وخصوص إذا عندهم أولاد صغار. الراتب بيطلع 250,000. راتبك التقاعدي 250,000. ما ينص أجار البيت. ما ينص أجار البيت. ست تاني بيدفعوا الأولى. الله يقويهم يا رب. الله يسلمك. ديمك فوق راسهم يا عمو. الله يوفقك يا رب. عمو أبو عبدو بس من بعد أمرك أمين يسلموا. في هدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية، قناة أوغريت وإذاعة أمواج. أول شيء بتتابع قناة أوغريت ولا إذاعة أمواج؟ نفس الشيء. اثنيناتهم من نفس المحل مظبوط. خلي لي إياك. الله يقويك يا رب. عمو الهدية مقدمة من شركة أصالة ومن مطعم شاورما عربي. تسلموا. مبروكين ورمضان كريم. الله يسلمك يا رب. الله يطول بعمرك. توصينا بشيء عمي أبو عبدو؟ سلامتك والله. الله يقويك. بدك بالصحة. يلا السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. مرحبا يا خال. امشو ام احمد. مرحبا. اهلين يا هلا. امشو ام محمد. ام محمد عاشت الاسامي. شو عندك اولاد خالي ام محمد؟ عندي 4 صبيان. تخلي لك ياهم. كبار صغار؟ بجامعة وبكالوريا وخامس وهالصغير. الصغير. الله يخلي لك ياهم يا رب. ساكني بالاجار شي؟ اي والله. ايه الاجار؟ 300-350. عم يقولنا بدنا يزيدوا الاجارات هلا. كل قد ايه بيزيدوا الاجار؟ بكل ما بيطلع الاسعار عم تطلع هلا بيزيدوا لنا الاجار. اذا غير الكوسه بتزيد الاجار. هيك شيء. خلينا نحكي انا وياكي ام محمد شوي عن اي هذه الايام المباركه والفضيله قبل وهلا. شلون فرقت؟ هلا فرقت اني كانت العيله تكمل على الفطور، وكانت يعني انه تعمل كل الاكلات الطيبه اللي تشتهيها برمضان، بس هلا يا دوب عم ندبر امورنا. يعني ما انه كل هالقد عم نطبخ الطبخ يعني مثل الفروج واللحمه، يعني قليل ما مندخله على البيت يعني. نسيناهم. لا شيء ما طبيعي يعني، انه غالي كثير كثير ما فينا يعني، صرنا مثل ما بيقولوا نباتيه. بس من بعد اذنك ام محمد امين يسلموا ايديك. في هديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقية من قناه اوغريت واذاعه امواج. هلا الكهرباء صارت ساعه ونص، عم تتابعي قناه اوغريت واذاعه امواج؟ من ايه الحمد لله رب العالمين. عم نتابع شوي هيك عم نتابعه. والله الله يقويك. شوفوا يا ريت التقى فيكم. الله يقويك يا رب. هيدي الهديه مقدمه من شاورما عربي ومن شركه جود، بتمنى تقبليهم منا ورمضان كريم. سلموا علينا وعليكم، ان شاء الله نعاد بخير وسلامه على البلد وعلى محمد. رمضان كريم. رمضان علينا. رمضان كريم. رمضان كريم. يلا بالاذن. السلام عليكم. We'll be right back.
السلام عليكم. كيفك عم؟ الله يسلمك يا رب. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. ابو محمد. شو الاسامي يا عم ابو محمد؟ شو عندك اولاد؟ 5. مجوزهم؟ مجوز 4 وواحد بالبيت، بنت انسين بس. الله يخلي لك اياهم. بيشتغلوا؟ لا والله بالبيت، 6 بيت يعني بنات الاربع هنا، عندي صبي واحد بس. عم حضرتك شو كنت تشتغل؟ والله اعمال حره. يعني بالمرفا على التوال مثلا. بيصير لي هون شغل بشتغل، ما بيصير لي قاعد. لهلا عم تشتغل؟ لا والله هلا ما في، في فتقين بيضاري. من الحمل؟ من الحمل فتقين بيضاري وما معي اشتري الدواء يعني. قد ايه عمرك عمو؟ 62. وضليت تشتغل على هالشغله كم سنه تقريبا؟ شي 25 سنه. 20 سنه؟ يعني كنا بنشتغل من بالثلاثينات يعني. لما كان عمرك 30؟ ايوه هيك. كنت تشتغل على التار؟ ايوه. طيب شو بدي اسوي؟ ما في، لاني ما انا موظف، اذا ما اشتغلت بيجيبوا غيره. هي الموضوع يعني، اذا ما رحت انت بيجي يروح بيجيبوا غيره، بنقعد بلا شغل معناتها. بدك تشتغل بدك تتحمل يعني الوجع، بدك تتحمل، بدك تعيش بدك تتحمل الوجع. الالم معك يا من ايام زمان؟ لا من قبل، لا من قبل ما في شيء، بس صار معي هون فتره نخيط للارض، كاني نار طلعت من ظهري من هون، ما عم اضبط، بس بدي اروح على الدكتور. عم اكل هم وبدي اشتري الدواء، بدي اكل هم. هي من دواء غالي ما؟ غالي 25,000 الابره. ابره؟ وانت بدك كم ابره؟ بدي شي 3-4 يعني. هذا الابره حق 25 من شي شهرين ثلاثه قالوا لي، بقى هلا غليت ما بعرف شو صار بالدواء ما بعرف. عموما بعد امرك يسلموا دياتك امين. في هديه مقدمه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه قناه اوغريت واذاعه امواج، وهي الهديه مقدمه من شركه ليو مطعم شاورما عربي وشركه جود. بتمنى تقبلون منا ورمضان كريم. اهلا استاذ، اهلا استاذ، الله يخليك، شكرا جزيلا. اهلا استاذ، يلا السلام عليكم يا عمو. السلام عليكم. طبعاً هيك بنكون وصلنا معكم مشاهدينا الأكارم لنهاية حلقتنا لليوم. طبعاً من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية من قناة أوغريت وإذاعة أمواج لكم منا كل التحيات والشكر، أيضاً لكل أصحاب الأيادي البيضاء الذين قدموا هذه الهدايا. بنودعكم على أمل لقائكم بحلقة جديدة.